مرحبا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج بوبوب نيوز، موعد يومي كنلتقيو من خلاله مع خير هاد الفنانين المغاربة، سواء النجوم اللي كتحبوهم ومتبعينهم ولا المبتدئين اللي كيقلبوا على مكان في الضوء، واللي حنا دائما ما كنحاولوا اننا نعرفوكم عليهم ونشجعوهم. دائما مع ابتسام كتيبي اللي غتكلمنا على حالة تعقب خطيرة جدا تماما واللي استمرت لازيد من 50 سنة. تعقب واحدة من الآلات الموسيقية الأكثر شهرة في العالم، جيتار كيعود لبول ماكارتني البيتلز، واللي كانت سرقات في 1972. مؤخرا تم العثور عليها من بعد هاد السنين كلها من البحث، ومن بعد ما تم يعني التعرف على او التحقق من ازيد من 100 دليل باش يعرفوا بانها فعلا الجيتار المسروقه، وقدروا يوصلوا لها في بلده على الساحل الانجليزي. نشوفوا اخبار واحده اخرى في هاد الزابينغ. تستعد أم لطرح أحدث أعمالها الغنائية. ألبوم جديد بعنوان داكشي هو الألبوم السابع في مسيرة أم الفنية، وأول ألبوم مباشر تم تسجيله بمراكش، وكيجمع 10 أفضل أغاني للفنانة من 3 ألبومات فريدة: روح المغرب، ضربي، ودابا. مناسبة شهر رمضان الفضيل، تنظم جمعية كازا ميموار الدورة الرابعة ليالي التراث للدار البيضاء، التي تسلط الضوء من خلال أمسيتين على التراث المعماري والثقافي للعاصمة الاقتصادية، وذلك عبر جولات ليلية مصحوبة من 20 إلى 23 من مارس الجاري. فرصة للساكنة وعشاق العاصمة الاقتصادية لتجديد اللقاء واكتشاف تراث المدينة. تدعو الجوقة الفيلارمونية بالمغرب الجمهور الجولة عبر العالم من خلال عرض فني متميز من 21 إلى 23 مارس الجاري بكل من البيضاء، الرباط، ومكناس. المجموعة ستؤدي العديد من الأعمال الموسيقية بإيقاعات وألوان من القارات الخمس. عرض سيجمع بين الموسيقى التراثية المغربية والجوسبيل والأغاني الأفريقية والتغنطلة الإيطالية. في الروبورتاج اليوم غادي نتكلموا على أب الفنون المسرح، اللي بالنسبة لنا السعادة البريق ديالو، خصوصا بعد ما استضفنا العديد من الممثلين والمخرجين المغاربة اللي أكدوا بأن عجلة الإنتاج كدور، بأن هناك مجهودات كبيرة باش المسرح المغربي يبقى دائما في القمة. والعروض كثيرة ومتنوعة لإرضاء يعني الذوق والأذواق الجمهور المغربي. غادي نتلاقاو اليوم فاطمة زهراء الحويطر اللي غتكلمنا على آخر أعمالها، مسرحية كراش واللي هي من إخراجها وكتابتها ومن تشخيصها أيضا، إلى جانب ممثلة حسنة طمطاوي. نشوفوا الروبورتاج. فازو ممثلة كاتبة ومخرجة مسرحية، معكم على برنامج بوب اب. لو رول ديالي في المسرحيه ديال كراش سميتو حنان، واحد البنت اللي ساكنه بوحدها، الا دي بروبليم امورو. فاش كتجي كتقلب على شنو هما لي كوز ديال هاد لي بروبليم هادو، كتلقى هو انه في الطفوله ديالها ما عشتش الطفوله اللي خدات فيها واحد الحب واحد الحنان. دوكو فاش كنتحرموا من هاد لي سنتيمون فاش كنكونوا صغارين، تينكبروا فينا بزاف ديال النقص من بزاف ديال الاشياء، في الثقه في راسنا، في الاشياء اللي كنبغيو نديروها، في الاحتياج ديالنا للاخر. وهي عندها هاد الاحتياج هذا، دوكو عليها كنشوفوا ان هي ما قدرتش تخلص او تجرد من هذيك العلاقه العاطفيه اللي ما صدقت ليهاش. انا في العمل ديالي ديما كان جو مي باز سور لو سينما دوكيومونتير في لا ريشيرش، يعني شفت على هذا لو سوجي بزاف لي دوكيومونتير، سواء في المغرب او في فرنسا او في نيمبورت كيل لوتر بيي. وكتكتشف انه فيت سي ان بروبليم يونيفرسيل، هاد لي ريلاسيون مير في لا كومبلكسيتي ديالهم ولا ديفيكولتي اللي كتكون فيهم كتكون فريمون يونيفرسيل. Et c'était important pour moi de dire, fait la pièce, il faut pardonner l'autre aussi, les ou la maman, ou le père, ou les parents en général, parce que ma kan arfou chachno, ma tchadri kounou achou aussi, ftofou la dialom, ou la mnaïch tcharmo. Ou kdma acceptenaha, kdma radin djaouzouha, ou gansmihou l'akhar, ou peut-être ndirou chi sfha jdida, kif ma hana nsmihat sa maman la tefa. Li kan chufou anna htaya, il a vécu la même chose que sa fille. J'ai fait un peu de cinéma, mais je me dis que la scène, les difficultés de la scénographie, montage, démontage, la tournée. Il y a autre chose dans le cinéma. Peut-être que je suis au cinéma. Le cinéma a un autre charme quand c'est un bon scénario bien écrit. J'ai encore la pièce de théâtre Joyeux anniversaire que j'ai écrite et mise en scène l'année dernière, qu'on va jouer à la Renaissance pendant le mois de Ramadan. C'est une pièce qui a été jouée 11 fois.
واللي باقي خاصها مازال تعيش افون دو باسي ا اوتر شوز. كرهت شي نهار قلت شي حاجه كتحس بها وتفهميها، علاش انا زعما اللي خاصني ندير هادشي؟ حيت انا ماماك حتى انا راه بنتك. كنتمنى واحد موفق لفاطمه زهراء الحويطر ولكل الفنانين والمبدعين المغاربه اللي كيحاولوا ما امكن انهم يعطيوا لمسه جديده وكذلك نفس جديد للمسرح المغربي. شكرا لك سمير، شكرا لكم على تتبع الحلقه، نتمنوا انها تكون عجبتكم. غادي نتلاقاو بكم غدا في حلقه جديده، في انتظارها زوروا موقع القناه دوزيام بوايما لو بغيتوا تشوفوا حلقات سابقه.